السلام عليكم. في ليبيزود اللي فات ولا اخر ريفيو اللي كنا درنا كنت سولتكم شنو هو البرودوي اللي بغيتو نديرو في الفيديو الجايه. بزاف منكم اختاروا التلسكوب بلاص من الكروم كاست، ان شاء الله الكروم كاست غنديرو في الفيديو الجايه. وفي هذا الريفيو غادي نشوفوا واش هذا التلسكوب مزيان ولا غير غادجيت عادي ما كاين فيه والو، واش يتسحق انه يتشرى. يلا نبداو دابا لا فيديو وندوزو اول حاجه الانبوكسينغ ولا الديبالاج. اول حاجه البواطه ما كبيراش بزاف، صغيره مقاين فيها بان كيزومي 8 المرات. حلوها نيشان، دونك كتلقاو كي ديما اوراق ديال كيفيه الاستعمال. كتلقاو اول حاجه تلسكوب، ديزاين ديالو زوين ما بيش، كاين بزاف ديال الالوان، انا خديتو في اللون الاحمر. هاد البوشيطات هما ديال لي لونتي ديالو، وهادي هي باش كتقاد ليه لافي ديالو باش ما يبقاش فلو. الا درتيه وبان لك فلو كتبقى تقاد فيه حتى كتبان ليماج ناصحه. كنلقاو الثاني هذا هو باش كيتشد هنا، كتركبو بحال هكا وكتشد البورطابل وكديرو كتلصقو فيه بحال هكا. كما كتلقاو اخر كتلقاو بوشيطه زوينه ما بيهاش، دونك يدار فيها هذا وكتسد عليها بحال هكا. دونك الا بغينا نجربو في البورطابل غادي يجي داير بحال هكا، دونك اللي متبعيني في فيسبوك وفي انستغرام غادي يكونوا شافوني البارح بارطاجيت واحد الصوره اللي قلت فيها بانني كنتيستي فيها التلسكوب. دونك مشيت جربته في بزاف ديال البلايص وعجبني بزاف، نخليكم دابا تشوفوا لي تيست اللي درت به ونرجعوا مورا. كيفما شفتو في لي تيست لي وريتكم دابا كيزومي مزيان، ما كانش كاع كيصحاب ليا غادي يبين بحال هكا، كنت حاكرو في الاول. وسورتو انه ولا كيبان لي كيتباع بزاف مؤخرا في المغرب وحتى في لي سيت ديال برا. هنا كيبان لي تيدا تقريبا ما بين 200 حتى 300 درهم، وفي لي سيت ديال برا خديت هذا تقريبا ب 80 درهم. نخلي لكم كيف ديما اللين ديالو تحت في لا ديسكريبسيون الا بغيتو حتى نتوما تاخذوه. حاجه وحده اللي فيه هي انه ملي تبغي تاخذ شي بلون يكون زوين وتزومي عليه من بعد، من الاحسن تاخذ معاه شي تريبي صغيور بحال هادو تقريبا وتحط فيه البورطابل، دير فيه ديك لاكروش اللي كيكون في ديال السيلفي وتحط فيه البورطابل، ما غاديش يبقى كيتزعزع. الا شديتيه بيديك وزوميتي من بعد كيبدا يبان بانه كيتزعزع شويه، دونك من الاحسن تاخذ مع هذا. الا بغيتو حتى هو نخلي لكم اللين ديالو تحت في لا ديسكريبسيون. عندي واحد النقطه اخرى اللي بغيت نبارطاجي معكم، هي انه واحد من لي زابوني شرا حتى هو من لي سيت اللي كنخليه تحت ومازال ما وصلو البرودوي ديالو. انصحكم بواحد الحاجه، هي انه المره الجايه ملي تاخذوا شي برودوي كاين لا ليفريزون، تقدروا تختاروا فيها يا ليفريزون تكون فابور ولا ريجيسترد ايميل. هاد ريجيسترد ايميل ملي كديرها كتخلص على تقريبا شي 2 دولار زايده، هي شي 20 درهم، وكيعطيك معاه واحد الكود. هذاك الكود كيخليك دير تراكينغ ولا تعرف البرودوي ديالك فين وصل، زعما مثلا الا تحط في الطياره جاي في الطياره وصل لايغوبور ولا دخل المدينه ديالك
كتعرف هاد لي زانفورماسيون كاملين، وكاع الا تعطل وما جاش تقدر تمشي لاي بوست وتعطيهم ديك النمره ويقول لك فين كاين البرودوي في المدينه اللي فيها نتوما. دونك هادي هي احسن طريقه اللي مولف كنختار انايا باش كتبقى مرتاح عارف داكشي اللي شريتي فين كاين، وغالبا 95% تقريبا كيجي داكشي حتى للدار ولا في لابات بوستال اللي داير نتاعي. وكاين لي ليفريزون اللي غاليين شويه بحال فيديكس دي ار شيل واغاميكس، دونك من الافضل ديرهم الا خديتي شي حاجه غاليه كيصيفطوا لك داكشي تقريبا ما بين 6 ايام حتى 7 ايام. دونك الريفيو ديال اليوم مثلا كنتمنى يكون عجبكم. في ليبيزود 42 اللي فاتت كنا قلنا واش نقدروا نوصلوا لا فيديو 4000 لايك، وصلنا ليها شكرا بزاف لكم. فهاد لا فيديو تاعي نشوفوا واش نقدروا نوصلوها 4000 جيم باش تشجعونا اكثر. وما تنساوش اللي مازال ابونيت ابونا فلاشين يوتيوب في البوطون اللي كاين لتحت، واكتيفي وحده هذيك الجرس ولا لا كلوش باش يبقى ديما يجيكم الجديد ديال اجي نسولك. السلام عليكم ونهاركم بروك.